بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدعاء لواحد من أحبابنا أصيب بمرض عضال، يعني حتى الأطباء قالوا يعني أيامك في الدنيا هذه محدودة. يقول هذا الرجل: فما كان مني إلا يعني قلت بدل ما أموت في بيتي وكذا يعني أموت وأنا خارج في سبيل الله عز وجل. فذهب إلى مركز في الدعوة في باكستان هناك، يقول وأخذت أنتظر الموت. يقول قابلت ناس هناك اللي عنده فشل كلوي واللي عنده كذا، يقول نفس المرض اللي يعني قريب من مرضي، يقولوا هم نفس الطريقة ينتظرون الموت في ذلك المكان. يقول قدر الله سبحانه وتعالى أن يتكلم يعني أحد المشايخ، وكان يعطي يعني كلمة في الصباح موعظة، فقال من أثناء كلمته قال: هذا الفعل من فعله بأمر الله عز وجل يعني يشفى في الحال، يأخذ إناء ثم ينفث فيه وينفث على جسده يعني 41 مرة اللي هو سورة الفاتحة، وكذلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 41 مرة، ثم قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات. يقول هذا الرجل: ما كان مني إلا أن خدت إناء ثم يعني قرأت على نفسي، نفت على نفسي وقرأت على الشسم اللي هو الماء. يقول وما هي إلا يعني في تلك الحالة، يقول بعد ما قرأت وانتهيت، يقول أخذت شربت من الماء وصبيته فوق رأسي، يقول والله ما صبيته من فوق رأسي إلا يقول أحس زي الثلج خرج من بطني. يقول وإذ بي في الحال حس بشفاء عجيب، يقول أعطيت نفس الرجل اللي معي، يقول هذا من القراءة بقراءتي أنا الله نفع بها، ونفس الطريقة لنفس الشخص اللي جنبه، يقول شفانا الله في الحال. وهذا الفعل يعني أنا جربته مع الوالدة وأعطيتها فضلا من الله عز وجل. تقول الوالدة: والله يا أبو عبد الله، كانت تعاني من المرض فوق 30 سنة، تقول والله يا أبو عبد الله إني ما أن وصلت يعني 41 مرة من الفاتحة إلا وأحس خرج من بطني زي الثلج. وأعطيته كذلك واحد عنده مرض سرطان، واليوم الثاني وهو يقول لي: بيض الله وجهك يوم تبيض وجوه تسود وجوه. فهذا علاج يعني مجرب وفيه نفع لا يعلمه إلا رب العزة والجلال، لكن هذا العلاج يعتمد على أمر واحد فقط، إنه اليقين أن الله هو الشافي. إذا الله سبحانه وتعالى كتب شفاء وعندك اليقين بالشفاء، الله سبحانه وتعالى قادر يشفي. لا يأتي الشيطان عندكم والله الدكاترة يقولون ولا الخرابيط الفاضية هذه كلها. ونعرف أناس كثير كان عندهم فشل كلوي وكان عندهم أمراض مستعصية، والله شفاهم الله في الحال. ولهذا افعلوا هذا الدعاء اليوم فمتلان أو غدا، يعني 41 مرة دون انقطاع دون انقطاع، وسترون بأمر الله عز وجل النتيجة، وتدعو لنا بالدعاء الخصوصي بأمر الله عز وجل. صلى الله وسلم على